عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمحاضرة السابقة عن اللي أخذنا فيها introduction عن تصميم مرمى النفايات واتكلمنا فيها عن أنواع وأقسام النفايات، النهاردة هنتكلم بإذن الله عن تصميم قبل ما هنتكلم عن تصميم مرمى النفايات هنستكمل مع بعض إيه هي مشاكل النفايات أصلا وإيه طرق التخلص منها ومعالجتها واللي تخلتنا نبتدي نفكر في طرق آمنة للتخلص من هذه النفايات. أول حاجة مشاكل النفايات داخل المساكن هي أول حاجة بينتج عنها حشرات وفئران. الحشرات دي نتيجة إن بتبقى صناديق القمامة غير مغطاة، فده بيسمح بتكاثر الذباب وتبويض الحشرات داخل هذه الصناديق، فطرق التخلص منها أو معالجتها أو الوقاية منها إن احنا نغطي الصناديق دي. ايضا جمع النفايات في اكياس ورق او بلاستيك تكون محكمه الاغلاق، يعني الاغلاق، يعني حضرتك حتى لو في تحت البيت عندك في صندوق قمامه، فالشنط اللي حضرتك بتنزل فيها القمامه دي لازم تقفلها كويس قوي، تربطها كويس قوي علشان تتقي شر بقى وجود الحشرات والفئران ديت، وتقفل الطريق على تبويض الحشرات بداخلها. تاني حاجه الحرايق. الحرايق بتنشب نتيجه ايه؟ هي بتنشب فين اصلا؟ بتنشب في غرف النفايات الجافه والمواسير الخاصه بجمعها. اللي بيساعد على اشتعال الحرايق لو حد واقف ورمى عقب سيجاره او اللي هي اي شيء قابل للاحتراق. طيب ايه اللي هو بيساعد على اشتعالها وعلى انها تكبر الحريقه معانا؟ اول حاجه الزجاجات الخاصه بمبيدات الحشرات، يعني لو في ازايز او علب خاصه بمبيدات الحشرات ديت المفروض ان احنا بنبعدها او ما تترميش مع القمامه العاديه. ايضا ازايز البرفان وازايز الخاصه بالتعطير الجو، ده لو انا يعني فصلته عن المخلفات الاخرى الخاصه بالبيوت في وقت المعالجه بتجنب نشوب هذه مثل هذه الحرايق، وكان مشاكل كبيرة ممكن انها تظهر. ثالث مشكلة هي مشكلة الروائح. مشكلة الروائح ديت نتيجة ايه؟ نتيجة نشاط بكتيري، يعني الروائح الكريهة اللي احنا بنشمها من قمب قمامة او حاجة واحنا معديين جنب صناديق قمامة، دي نتيجة نشاط بكتيري. النشاط البكتيري ده نتيجة وجود نوعين من البكتيريا، اما تكون بكتيريا هوائية او لا هوائية. يعني ايه هوائية ولا هوائية؟ يعني البكتيريا دي عشان تتكاثر اما تكون محتاجة لغاز الاكسجين وهي وبالتالي بتسمى بكتيريا هوائية، او تكاثرها لا يحتاج لوجود الاكسجين. فالتكاثر ده بينشأ عنه تحلل بكتيريا اللاهوائية اللي بيصدر عنها بقى هذه الروائح النفاذة اللي هي بتبقى ناتجة عن غاز الميثان. يبقى الريحة اللي احنا الكريهة دي اللي احنا بنشمها يا جماعة هي عبارة عن ريحة غاز الميثان الناتج من تحلل البكتيريا اللاهوائية. طيب طرق الوقاية منها ايه؟ تهوية الغرف النفايات والمواسير الخاصة بجمعها، يبقى لازم تكون على مسافات معينة، لازم يكون في مصدر للتهوية علشان امنع النشاط البكتيريا اللاهوائية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مشاكل النفايات داخل المساكن وطرق الوقاية منها والتخلص منها او تجنبها. بعد ما وضحنا طرق الوقاية بنبتدي بقى نتكلم دلوقتي عن معالجة النفايات. معالجة النفايات بتتم او بتمر بخمس مراحل. اول مرحلة خاصة بيها هي مرحلة التخزين. في المرحلة دي بيتم تخزين النفايات باسلوب الفصل او الدمك او القطع. فصل او دمك او قطع يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن بتفصل النفايات على ثلاث انواع، سواء كانت مخلفات عضوية او غير عضوية او مخلفات صلبة. ثم بعد ذلك بقى بتخزن فين؟ بتخزن اما في اوعية مفتوحة او مغلقة، يعني في باسكت اللي عند حضرتك بيكون مفتوح او مغلق، او انها تكون مبعثرة على الارض، تبقى في الشوارع. في سلوكيات مش كويسة طبعا مستمرة لحد دلوقتي، ممكن وانت ماشي بعربية او وانت نازل الناس بتنزل من بيتها بتمسك الكيس الرابش الخاص بيها تقوم رميها في اي مكان في الشارع تحت. تاني مرحلة هي مرحلة التجميع. بيتم التجميع باحد الاساليب الثلاثة دول، اللي اما بعربيات مفتوحة بيمروا على الوحدات السكنية
ويتم جمع القمامة من بالأكياس من عند حضرتك في قلب بقى عربيات النقل اللي هي المفتوحة دي أو العربيات المقفولة أو خطوط مواسير النفايات. إيه خطوط مواسير النفايات؟ في الهاي رايز بيلدينج وفي أماكن كتيرة كان موجودة في تصميم المباني زمان، ولحد دلوقتي بقى في دول أخرى يتم تصميم تيوب ماسورة كبيرة بأبعاد معينة من أول دور لحد آخر دور، بتوصل لحد تحت في منطقة التلميع في البدروم تحت، عبارة عن ماسورة. كل وحدة أو كل شقة بتبتدي ترمي الكيس الباسكت الخاص بيها في قلب الماسورة دي لحد ما تنزل تحت، عشان ما حدش بقى من العمال يطلع شقق أو أي حاجة، فبتتجمع تحت وبتبتدي تتاخد من مكان واحد بس من المبنى. واضحة يا جماعة؟ تالت مرحلة بعد التجميع هي مرحلة النقل. مرحلة النقل بيتم بقى في المرحلة دي جمع أشياء من النفايات قد تصلح للاستعمال. حضرتك احنا في مصر هنا بنشوف واحنا ماشيين جنب نقطة تجميع قمامة، بتلاقي فيه مجموعة من الأفراد تبتدي بتقلب في قلب القمامة دي، بتاخد الحاجة اللي تنفعها، اللي هتقدر انها تبيعها كمثلا كخردة، او ان هي تبتدي توديها الاماكن تعمل منها ريسايكلينج زي الحاجات البلاستيك مثلا. فدي بتتم في مرحلة النقل. والباقي بقى اللي هو ملوش لازمة بالنسبة له ومش هيستفيد منه خلاص بيتم تقطيعه، بيتكبس علشان يقل حجمه ويبقى مضغوط، وابتدي انقله بقى لمرحلة البروسيسنج اللي هي مرحلة المعالجة. مرحلة المعالجة دي بتخليني بقى أقدر أحدد أنا هستفيد من القمامة دي في إيه. ممكن أستفيد منها في الطاقة، بتولد لي طاقة، إن أنا أنتج منها غاز اللي هي جاسيفاينج، استغلال الغاز الناتج من النفايات، أو سماد مخمر كومبوستينج، أو إن أنا أعمل عملية الطحن جريندينج أو السيباريتينج اللي هي الفصل. كل ده بناء على إيه؟ على طريقة بقى المعالجة، واقدر احدد انا محتاج منها ايه، هستفيد من القمامه دي في ايه بالظبط. لان تعتبر القمامه دي يا جماعه ثوره قوميه، في دول بتروح تشتريها وبتنقلها من دول تانية علشان يعني تستفيد منها من الحاجات دي معايا. اخر وخامس مرحله هي مرحله بقى التخلص النهائي. يتم التخلص النهائي من النفايات باحد الطرق الاتيه، واحده من الاربع طرق دول، اما ان انا هحرقها في محرق عمومي واستغل برضو الطاقة زي ما بستغل ان انا الغاز اللي بينتج منها، فانا بستغل بقى الطاقة الناتجة دي في انتاج الكهرباء للتشغيل والانارة من المحارق، او ان انا ابتدي بقى اردمها ردم صحي، وقبل ما اردمها الردم الصحي ديت اشوف لو في منها محتاج معالجة بيولوجية او كيميائية اعملها، او انها تكون مبعثرة بقى في مقلب عادي لحد ما يحصل لها بقى تحلل بقى نتيجة التفاعلات الجوية اللي بتحصل. ودي خامس مرحلة معانا، هي مرحلة التخلص النهائي. آخر بوينت هنتكلم عنها هي طرق التخلص من النفايات أو قمامة المساكن أو المكاتب. في عندي طريقتين، الطريقة العادية التقليدية اللي كنا متعودين عليها، وفي طريقة تانية هنتكلم عنها. الطريقة العادية هي عبارة عن ايه، ان انا بجمع كل شقة بتجمع نفايات الخاصة بيها في اكياس بلاستيك او ورق، وبيجي عامل النظافة بيبتدي هو ياخدها من كل شقة وبيتم هو اللي يقوم بنقلها، او ان انا بجمع النفايات والاسرة بتنقلها لصندوق القمامة اللي موجود اما تحت العمارة او على بداية الشارع اللي انت ساكن فيه، واللي هي عادة بتكون على الارصفة وبيها العربيات الخاصة بنقل، بتيجي عربيات بقى نقل القمامة تفضي الصناديق ديت. ثالث طريقة هي تجميع ثالث نقطة يعني في الطريقة العادية، اني بجمع القمامة دي في اجهزة خاصة لكبسها بالمكبس الكهربائي، يعني بيبقى الكيس جواه مكبس الكهربائي، كيس البلاستيك دوت. فبيقوم بقى بكبس القمامة علشان يقل وزنها، وبالتالي بيسهل التخزين والتخلص منها. دي عادة بتكون موجودة فين؟ بتكون موجودة في المطاعم الكبيرة أو الأوتيلات. تاني طريقة بقى هي طرق مواسير النفايات، ودي تعتبر من أسهل الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية المحاضرة، وكانت موجودة في البيوت زمان، ودلوقتي في بعض
الدول لسه بتتبع الطريقة ديت وبدأت ترجع تاني في التطبيق. بتبقى عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن ان بيبقى فيه ماسورة رأسية من بداية الدور لنهاية أدوار العمارة، وبتبقى متصلة تحت بصندوق قمامة تحت فين، اللي هو الدور الأرضي أو دور البدروم، اللي هو بيعتبر آخر دور في قلب المبنى السكني اللي حضرتك ساكن فيه. وعند كل دور الماسورة دي فيها أكسس دور، يعني بيبقى فيها باب قدام كل دور. اللي ساكن بقى في الدور ده يقوم فاتح الباب ده اللي هو على الماسورة نفسها، ويرمي كيس القمامة اللي خاص بيه الشقة بتاعته، وبتبتدي تنزل باي جرافيتي بالجاذبية الأرضية لحد تحت. واضحة يا جماعة؟ تعالوا نشوفها. طيب في صورة هنا في رسمة عشان تبقى متخيل معايا. دي البانوراما بتاع تفاصيل مرمى النفايات. زي ما احنا شايفين في أول صورة على اليمين من فوق، دي الماسورة بتبقى قدام الشقق السكنية، إما بقى الباب اللي هو الرئيسي بتاع الشقة أو الباب الخلفي اللي خاص بالمطابخ والحمامات. وعلى الشمال من فوق هتلاقي في صورة بتوضح الباب اللي بيتفتح، في باب اهو بيتفتح على الماسورة نفسها قدام باب الشقة. فاللي ساكن بيجي يرمي الكيس الخاص بيه، بيبقى في كيس مقفول محكم الإغلاق يا جماعة علشان برضو الروائح، ونحافظ على المكان اللي احنا ساكنين فيه، ويبتدي يرميه. فبتنزل باي جرافيتي بالجاذبية الأرضية لحد آخر دور تحت، لحد اخر الدور تحت ايا كان بقى ده الدور الارضي او البدروم. نهايه الماسوره دي بيبقى فيها صندوق، صندوق كبير كده بتاع القمامه، تبتدي تنزل فيه القمامه. تيجي عربيه القمامه بقى العموميه، تبتدي تفضي الصندوق ده من العماره. بس بكل سهوله الكويز الخاص بالمحاضره دي، ودي تعتبر اخر محاضره، اذكر مشاكل النفايات داخل المباني السكنيه وطرق الوقايه منها، اذكر مراحل معالجة النفايات مع شرح تفصيلي لكل مرحلة، اذكر طرق التخلص من نفايات المكاتب والمساكن اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي مع بعض، اللي هما الطريقتين، الطريقة العادية وطريقة المواسير. زي ما اتعودنا دي المراجع اللي حضرتك ممكن ترجع لها. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا معاكم، وترمي يا رب يكون كويس عليكم بإذن الله.